مباشرة نرحبوا بالأستاذ محمد أحليمي أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذ، ومرحبا بك. شكرا لك أختي سكينة، تحية لك وتحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. إذا أنا أستاذي اليوم موضوع اللي كنتسناوه الجميع حتى أنه تحيد اللبس، لأنه كنحرموا هاد الناس من أكل اللحوم. طبعا حنا تنعرفوا بأن السرطان مؤخرا، واش لانه ولا كيتشخص بزاف اولا كاين اسباب كما كنقولوا مناخيه وعيشيه اللي كنعيشوها اللي ولات كتحفز هذا المرض هذا، بحيث انه ولا كيصيب عدد كبير من الناس. الحمد لله طرق العلاج كاينه، بزاف ديال السرطانات اللي كتعالج يعني وكنوصلوا فيها للشفاء التام، وكتبقى الانسان خصو يراقب بحال كاع الامراض اللي كتقدر تجي اللي كيخصها مراقبه وكيخصها متابعه. الانسان خصو يتقبل هذه الامور هذه، ولكن مقرون معها ان الجانب ديال التغذيه كيلعب دور كبير في العلاج ديال السرطان، وكيلعب دور كبير في المواكبه ديال السرطان. من ضمنها انه بزاف ديال الناس كيعيشوا على واحد ما عرفتش واش شائعه ولا حقيقه، ما تاكلش نهائيا اللحوم الحمراء. اللحوم راهي كتحفز الى غير ذلك، من الاحسن انك تاخذ غير الحوت وتاخذ غير الدجاج. وما تاخذش الدجاج، خاصك تاخذ دجاج بلدي. بزاف ديال الهضره اللي كتروجها لهاد المساله هذه، وماشي دائما كتكون في امكان الناس انه يمشوا في هذا الاتجاه هذا. والناس كتشها شي مرات، النفس كتشها، كتشها كفيته، كتشها شي حاجه اللي يبغي واحد ياخذ انسان من الحمل الاحمر، وما تعرفش واش في صالحه ولا ماشي في صالحه. فعلا اختي سكينه، فبالنسبه للمرض السرطان كما سبق وشرتي، مرض السرطان اولا عندنا عوده ليه ان شاء الله، غيكون ان شاء الله على طول اسبوع اذا كنا من اهل الدنيا، غنديروا حلقه اسبوع كامل على السرطان. من اليوم ان شاء الله غادي نتحدثوا على شائعه السرطان ما تاكلش اللحم، واخا. فكما سبق وشرتي يعني العلاج الحمد لله يعني كاين واحد اجتهادات كبيره، لكن المشكل في الوقايه اختي السكينه، مشكل في الوقايه. شوف اي مؤتمر كيف ما كان نوعه في السرطان، ضروري ما تلقى النشاط البدني، التدخين والتغذية هي الأولى. هذه ضمن الأسباب، ضمن التوصيات. يعني من كيسالي المؤتمر كيسالي بتوصيات، التوصيات كتلقى النظام الغذائي. شنو هو هذا النظام الغذائي؟ شنو الدور ديالو؟ كيفاش خاصو يطبق؟ هذا التخصص ديال علم التغذية، مختص في التغذية. المغرب الحمد لله يكون مختصين في التغذية من العيار الثقيل اللي كان حيوم هذا المنبر، وبالتالي كل واحد وعنده تخصص ديالو. أنا مي غتسوني على الشيميو غنقول لك شنو علاقة الشيميو بالتغذية، ما الشيميو ما نقدرش نتعمق فيها. بالحق مي غتسوني تغذية مريض السرطان، نعم هذا الشيء علاش انا يعني دائما اطالب ثقافه احترام التخصص. التناقض اللي حاصل شنو هو؟ انا لو كنت شخصيا ملي كتشوف يعني المعلومات المتداوله، انا بالنسبه لي اليوتيوب والفيسبوك راه ماشي مصدر، باش نكونوا واقعيين، واخا المصدر نعتمد على يعني الميتا اناليز، والميتا اناليز يعني بالانجليزيه باش الناس يعرفوا اخر الابحاث واخر ما كاين. وبالمناسبه راه برنامج الصحه والسلامه دائما فيه اجتهاد، يعني غتشوفوا باللي يعني اخر الدراسات، يعني علم التغذيه ماشي علم راكد وعلم متغير، وهي عين صافيه. خصنا العلوم برنامج الصحه والسلامه المستمعين كيشربوا من العلوم كعين صافيه، ما فيهاش داك الشوائب، لان حتى العلوم فيها شوائب. هذه ما فيها، لان الله سبحانه وتعالى شنو قالنا؟ اقرا، ولكن باش اقرا باسم ربك الذي خلق. فالسرطان موضوع كبير، مي انا اليوم غنهضر على اللحوم والسرطان. شنو هو التناقض الحاصل؟ يا ريت لو كنا كنسمعوا اكثر ما كنسمعوا ما تاكلش اللحوم المريض السرطان، نسمعوا ما تاكلش المحلي والمحليات. يعني لو كان هذا التوازن نقولوا وي المعلومه، مع العلم ان مريض السرطان يعني مريض السرطان اللي بعض المرات كتكون المعلومات اللي عنده محدوده. مريض السرطان يعرف البيت سكان قبل ما يعرفوا اي مختص، هو كيعرف كيسمع بالبيت سكان، المختص كيعرف الحيتيات العميقه ديال البيت سكان. من المريض كانسان عادي كيعرف البيت سكان. شنو هو البيت سكان؟ هي عباره عن تقنيه يتم معرفه من خلالها
حتى موضوع ديال الخلايا السرطانية باش كيخدم هاد البيت سكان. هاد البيت سكان كيخدم بالسكروز وبالجلوكوز بالخصوص، يعني كيعطيو الجسم جلوكوز، وحيثما تركز الجلوكوز هذيك خلية سرطانية. ماذا يعني؟ يعني أن الخلية السرطانية تعشق الجلوكوز ماشي تعشق اللحوم، والمحلي هو سكروز يعني الفريكتوز زائد الجلوكوز. بما أن فإن إذن هذا الضجة اللي كاين على اللحوم ستكون أولا على الحلويات والمحلي. يعني هذا التناقض كيظهر لك أن كاين أمور اللي هي بعض المرات بعض الناس ياخذوا من العلوم هذاك الشق اللي كيناسبهم همايا. فاليوم غنهضروا على مرض السرطان، بويسكو الموضوع البارح هضرنا على اللحوم وارتأيت حنا في برنامج الصحة والسلامة كنحسوا بالمرضى، راه ماشي ارتأيت ان من المسؤولية ديالنا اننا نهضروا على التغذية لمريض السرطان مش ميبقاش حائر. وبرنامج الصحة والسلامة هو برنامج اللي كيحيد الحيرة ديال الناس، برنامج ثقافته كل واحد تخصصه باش نحيدوا الحيرة على الناس لا اقل ولا اكثر. مريض السرطان واللحم، واش مريض السرطان ياخذ اللحم؟ في علم الكستيولوجي ما نقدروش نجاوبوا نعم او لا، الجواب لا يحتمل نعم او لا، الجواب فيه توجيه، فيه اجتهاد من الطرفين اللي كيعطي المعلومه واللي كيطبق المعلومه، والهدف الاول والاخير هو صحه المريض. السرطان مرض متعب، شقه العلاجي الكيميائي يتطلب متابعه مع المختص، وشق الغذائي يتطلب درايه عاليه بنوعيه النمط الغذائي المتبع. هذه العمليه ما يمكن يديرها الا مختص في التغذيه اللي ما دارش علم الغذاء، لا دارس التغذيه. مش حمل واحد ما كيفرقش بيناتهم، حيت كاينين مختصين لا في المغرب ولا في العالم مختص في الغذاء ماشي في التغذيه. حقاش الغذاء شنو داك البطاطا الحلوه شنو فيها؟ الحق علم التغذيه البطاطا الحلوه شنو فيها وشنو كدير في الجسم، هذا هو علم التغذيه. وبالتالي نفرقوا بين علم الغذاء وعلم التغذيه. شحال من الناس يفتون لكن هما تخصصهم علم الغذاء، فمي كتجي علم التغذيه مختص في التغذيه كتكون عنده درايه وقراها في الفورماسيون دو باز. يعني راه باش الناس يعرفوا مختص التغذيه راه كيقرا علم الاجتماع، كيقرا علم النفس، كيقرا يعني من بعد ان شاء الله ندير لكم حلقه خاصه على مختص في التغذيه شنو البروفيل ديالو باش يعرفوا الناس باللي يعني تسال الجانب الثقافي. ف علم التغذيه انك تاخذ الغذاء والامباكت ديالو، يعني خصك تكون دارس الفيزيولوجيه ديال الغذاء وكيمياء الغذاء وفيزيولوجيه الجسم وكيمياء الجسم، وما كافيش جهه واحده. وبالتالي هاد المعلومات انا كنأصل منين جايين؟ معلومات جايين بدرايه محدوده، بمعلومات تقال على الفيسبوك، بمعلومات تقال على اليوتيوب، بمعلومات تقال في السوشيال ميديا، ليس مصدر. ما يعطيكم الخير، عندنا مختصين في التغذيه هذا الدور ديالهم. فالشق الغذائي، وانا عطيتكم التناقض الحاصل، فعطيتكم مثال ديال البيت سكان، خا؟ ف علم التغذية ولا التغذية ولا باش نعطيو الناس ياكلوا، أنا كل دائما هو العلم فيه الشوائب، العلم بحال ما خصك تصفيه باش تشرب ليستهلك بأمان. فالخلايا أنت مي كتقول واش ناخذ اللحم أنا كمريض سرطان، نعاود نصيغ السؤال كما درتو البارح، نعيد صياغة السؤال حسب العلم ديال لاكستيولوجي. أنا قلت كاين علم ما فيها باس ندرسوه نلقيو عليه نظرة، علم طرح الأسئلة. فإلا مشينا وشفنا صياغة السؤال غنلقاو ماشي واش ناكلوا اللحوم كما هضرنا البارح، عن أي لحم نتحدث. نعطيكم المسألة التقنية، كتلقى إنسان عنده سرطان مشى دار الشيميو شي تخصصي، أنا نعطي للناس شنو يديروا في نظامهم الغذائي باش ما يكونش لي زيفي سكوندير ديال الشيميو بزاف. من الشيميو ليس بتخصصي، مركز على الوقاية كذلك. أنا بالنسبة لي أنا ما توصلش للسرطان، هذه هي المرحلة الأولى. تي لو وصلتي للسرطان تعرف شنو تاكل، تي لو وصلتي للسرطان وديرتي الشيميو تعرف شنو نمط الحياة ديالك باش واحد النهار
ما يوقع لكش. هذا التخصص ديال التغذيه باش ما اولا الوقايه ما توصلش كاع للسرطان، ثانيا الا وصلتي للسرطان ودرتي واحد السياسه علاجيه التغذيه ماشي كتعاون، تغذيه اساسيه. وانا نقول علاش، حتى الناس اللي براو جوج ديال الاشباح اللي كتكون عندهم مرض السرطان الميتاستاز، يعني انتقال مرضان هذا المرض عفوا السرطان لبلاصه اخرى، سي الميتاستاز او الغيسيديف. لا غيسيديف هي عوده المرض ديال السرطان. التغذيه كتضمنوا ان هذا الشيء هذا ما غيكونش، باش نكونوا واقعين. مريض السرطان خلي السرطانيه كيفاش السلوك ديالها، لا ما عارفش، عارفين الاسباب، اللي ما عارفاش كيهضر على راسه. اما احنا عارفين الاسباب ديال السرطان، والسرطان ماشي يعني كما سبق وشرتي اختي سكينه، لا، ارتفاع حالات السرطان في العالم. السرطان كنا كنعرفوا احنا حاله في جهه، دابا كتبقى حاله في كل دار، داز حاله في حومه دابا ولا حاله في كل دار. وحنا غاديين في هذا النمط، نمط حياه هو نمط ليس بنمط صديق للجسم، حنا عاطين جسمنا نمط اللي هو ليس بصديق. فتقنيا انسان عنده مرض سرطان كيف ما كان نوعه، باش نشير كيف ما كان، لان السرطان هو مبدا في الخليه، عنده علاقه يعني باش يعرفوا الناس العش ديال السرطان كيتكون سنوات، كتجي خليه ديالك، الخليه ديالك ما كديرش الابوبتوز الموت الخلوي المبرمج، كاينه امور اللي من بعد نهضروا في التفاصيل ديالها، كدير لونجيوجينيز كتدخل الموت دو، يعني كتدخل عريقات باش تبقى تاخذ منهم، كتسمى لونجيوجينيز، كتولي خليه قائمه بذاتها وكدير لا ميتيبليكاسيون كتعطيك سرطان، وما كديرش لا ريسبيراسيون سيلولير كدير لا فوا يعني لاكتيك، يعني داك الشيء اش كتلقاو بعض السرطانات شرف الله وقدركم كتكون رائحه كريهه، علاش؟ لان كتكون لا فوا لاكتيك، هذا هو السرطان. باش من بعد والسرطان عنده علاقه مباشره بالتغذيه، سيروا شوفوا دابا السياسات العلاجيه كيفاش كيديروا مع السرطان. انت عشتي قصه سرطان، اجرنا الله واياكم والله يشفي الجميع ان شاء الله، سواء درتي اي علاج عندك واحد الخلايا اللي خصك تعاود تجددهم. حنا نمشيو غير بازيك، الخلايا ملي كتكون، الهرمونات ملي كتكون، الانزيمات ملي كتكون، احماض امينيه، احماض امينيه فيها نوعين. إن احماض انا كنعطي مسائل تقنيه باش نزولوا هذه الاسطوره. ها لا يعني بالنسبه لي انا، واش مريض السرطان ياكل لحوم؟ الجواب ماشي نعم او لا، السؤال اصلا ماشي في محله. ها فقلت انا يا البنيه ديال الخلايا هي احماض امينيه، احماض امينيه ملي كتجمع بحال عقيق كتعطينا بروتينات. هاد الأحماض الأمينية فيها نوعان، فيها أحماض أمينية يعني غير أساسية بين قوسين جسم كيصاوبها، كاين أحماض أمينية أساسية كيتسموا لي زاسيد أمينية إيسونسييل. شنو معنات إيسونسييل؟ علاش تسمات إيسونسييل؟ لا تصنع من طرف الجسم، وبالتالي يجب استقطابها عن طريق ما يعرف بالتغذية. هاد الأحماض الأمينية الأساسية اغلبها كاينه في المصادر الحيوانيه، بس باش تعرفوا انا لست ضد المصادر الحيوانيه، انا مع متعه المصادر الحيوانيه، غير نعرفوا علاش انا غنجي في الاخر عن اي لحم نتحدث. ما كنجمعوش حنا مصادر حيوانيه هكا في خانه واحده. وكنت قلت انا البارح، قلت اللحوم البيضاء لا توجد فوق البر، اللحوم البيضاء تشد في البحر هي الاسماك فقط. علاش؟ اللي ما عندهاش الميوغلوبين، لان اللون الابيض راجع ان ما فيهاش الميوغلوبين، اللون الاحمر لحوم حمراء راجعة للميوغلوبين، كتبقى في الروج بلدي اللحم ديالو حمراء، علاش؟ لأن فيه الميوغلوبين كيتحرك كيجري. واخا فتقنيا لتجدد هذه الخلايا عند مريض السرطان لا بد في البنية الخلايا توفر الأحماض الأمينية الأساسية، سكون نابل حنا لا ريجينيراسيون سيلولار، التجديد الخلوي عند مريض السرطان. والتجديد الخلوي عند مريض السرطان خاصو أحماض أمينية، وهاد الأحماض الأمينية كاينة في اللحوم بجودة عالية كيتسماو دي بروتيين دو هوت فالور بيولوجيك. أنا واخا عندي موقف من هاد الأسماء العلمية مع الطلبة، لكن أنا غنقولهم باش يعرفوا الناس بلي حنا أون باغ لو ميم لونغاج. كيتسماو لي بروتيين دو هوت فالور بيولوجيك، فين كاينين؟ كاينين في اللحوم، وبالتالي اللحم ماشي واش أساسي عند مريض السرطان.
لكن عند اي لحم نتحدث باش نعطيو الشروط انا جاي واخا. ف يعني النقطه اللي عند مريض السرطان دائما اختي سكينه حنا كنقولوا واخا شنو غناكلو، السؤال المطروح هو شنو ما غناكلوش بعدا، لان دائما خصنا نعرفوا شنو نحيدو التغذيه، خصنا نعرفوا شنو نحيدو عاد نعرفوا شنو ندخل. وبالتالي مريض السرطان خصو يعرف بلي المحلي والمحليات والحلويات والمصنعات هادو هما عشاق الخليه السرطانيه. نقطه اخرى، عارفين ما كتحيدوا اللحوم الانسان العادي فما بالك مريض السرطان. الجسم كيوقع فيه واحد المونك ديال واحد الحمض الاميني حتى هو اساسي سميتو التريبتوفان، كاين في الشعير كاين في النخاله وكاين في ماشي بنسبه عاليه، بعض الناس كيغلطوا، ها علم التغذيه ما احنا ما كننقلوش، يخصو يدير الميتا اناليز. ماشي حيت بنسبه عاليه التريبتوفان في اللحوم، لا، لا بيو ديسپونيبيليتي ديالو الجسم دغيا كيمتصو، لا بيو ديسپونيبيليتي طالعه. فالمريض السرطان ملي كياخذ اللحوم وجربوها، شي واحد مريض بالسرطان يجيب اللحم، انا غنهضر على الشروط ديال واحد الحيوان، واكل مزيان، ما تمشي مهرمن هاد الامور كامله، ويدير واحد الشوايه ديال الكفته وياخذها ويشوف ويشوف درجه السعاده فين غيوصلها. اي واحد اي مستمع دابا كيتصنتنا كيعرف ان كفته شي حاجه مشويه اللحم الطنجيه تصنع السعاده، هذا ماشي حب في الاكل انما هو فطره فينا. داكشي سيدنا ابراهيم جاء الضيف جاءهم بعجل حنيد، انا كنفرحوا بالضيف، لانك الضيف انت ملي كيجي عندك مع 12 وتعطيه ياكل ويتغدى مع الوحده راه باقي عندك في الدار، الوحده طلعت له السعاده. علاش؟ لان التريبتوفان وصل للدماغ. اش كيدير هذا الحمض التريبتوفان مع البي 3 والبي 6؟ كيصوب لنا السيروتونين، والسيروتونين هو هرمون السعاده. هذاك الشيء علاش ملي كيجي عندنا الضيف كنحطوا له الحيمه، داك الشيء اللي قسم الله، باش من ساعه من موراها يطلع له السيروتونين، حس بالسعادة. الناس راه يلمسون هادشي اللي كنقول أنا، يلمسون أن واحد الإنسان شاهد واحد شوية الكفتة ما كاين محسن منها، ولكن غير نعرف أنا فين وكيفاش وش من اللحم اللي غنشوف، باش الناس يعرفوا بلي علم التغذية ما جاش باش يضيق الخناق على الناس. فما بلاش علاش أنا مريض السرطان نحرمه من هاد اللحظة، وحنا مقبلين الآن دابا على العيد الكبير و المناسبة اللي كل شيء كيتجمع فيها، علاش يتم إقصاء بناء على نظريات؟ أنا نقول شنو مريض السرطان خاصو يدير وإن شاء الله راه حنا يعني أنا بالنسبة لينا مريض السرطان يعني شنو خاصو يدير بحال الإنسان العادي، حتى هو خاصو يمشي يقلب على النوعية. أنا غنهضر على هاد الأمور هادي. فشكون اللي غيضر مريض السرطان؟ مين دارت الدراسات؟ والدراسات محدودة، ودراسات ما كتقالش كاملة، دراسات فيها ويل للمصلين، حيت إذا وقفتي عند ويل للمصلين عاد تفهم معنى آخر. بزاف الدراسات كيمشيو بهذا الاتجاه هذايا. فالدراسات دارت على لي نيتروزامين ولي بولي أمين. لي نيتروزامين ولي بولي أمين خطيرين جدا على مريض السرطان. الإنسان العادي فما بالك مريض السرطان، أي إنسان، لأن لي نيتروزامين محفزين. نعم، الدراسات مين دارت؟ دارت على اللحوم المعالجة واللحوم المهرمانة واللحوم اللي كتعلف الصوجة واللي كتعلف بعض الأعلاف المركبة، لأن الشحمة ديالها كتكون الأوميغا 6، وشحم الحيوان لما كيكون الأوميغا 6 كيعطي التهابات، والالتهابات مضرة للمريض السرطان. أتمنى أنني كنت تقنيا عطيت النقط على الحروف. أنت عندك حيوان كتعطيه الصوجة، كتعطيه الدرا مغيره وراثيا، ما كيشوفش الضوء، ما مطلوقش، عنده لاختروز. راه حتى الحيوانات دابا الغنم راه كدير لاختروز، حتى هي كدير امراض في العظام اللي ما كتشوفش الشمس، خصها الشمس تضرب فيها وتحرك وتجري، نفسنا راه بحالنا بحالهم واخا. فهذا اللحم هذا ما صالحش الانسان عادي في باله كمريض السرطان. السوجة علاش عطينا السوجة؟ واخا فالناس ما عارفينش دابا الزقمونه شنو هي الزقمونه، بس ما عارفينش الزقمونه. انا تلاقيت طالب مهندس في لافيستي كنشكرهم هذا المنبر، الزقمونه شنو هي؟ هي داك الشيء خد نفسوس راه كيعرفوها، هي داك العجينه اللي كتبقى من الارغان، دخلها في العلف واستغنى على السوجه ولات كتعطي واحد لو غوندومون رائع. علاش حنا ما نتادابطاوش هكا؟ علاش عندنا داك العقد ان شي حاجه بانت هذه خصنا حتى حنا نديروا السوجه، مع العلم ان عندنا الزقمونه غير كترمى؟
الناس ديال الارجال راه كيعرفوا شنو هي الزكمونه، داك لاباط اللي كتبقى من داك التورتو اللي كيبقى من الارجان كيدخل في العلف وكيعطي غوندوم اللي هو كبير بزاف. هي فكره ممكن ان الشباب يخدموا بها، وكاين شباب اللي يخدموا على هذا الاتجاه هذا. يبقى المريض السرطان اللحم اللي غدرو اللحم اللي فيها هرمونات، اللحم اللي مهرمنه، بعض الحيوانات اللي كيعطيوها الدايل ايتايل ستالفيسترول، باش يعرفوا الناس هذه الماده هذه راه هي اللي كاينه في الكينه ديال لي مويان كونتراسيبتيف. انا دائما كنهضر، شوف جوج جهات، كاينه الحاجه الزوينه والحاجه اللي ما زويناش، كاين اللي كيفكر وكاين اللي باغي يربح الفلوس. واخا كاين الدايل ايتايل ستالفيسترول، هذا لو برينسيپ اكتيف كاين في لي بيلول كونتراسيبتيف، كيعطيهم بعض المخلوقات باش كتولي تغلاض وتولي هذه كما هضرت لكم البارح. انا كنهضرش على كل شيء، مي هادشي كاين. شوفوا الكوريات دابا قبل العيد، شوفوا الكوريات، انا قلتها ونعاود نقولها، انا كنعيش هنا، انا مختص في التغذيه، انا فلاح، انا كنعيش وسط ناس كنعرف شنو الواقع شنو فيه، والاخوه راه عارفين هذه المساله، والدوريات اللي دارت العام اللي فات وهذه مشكورين، راه لقاو هذه المساله هذه بالضبط. كاينه كوريات دابا ديال الدجاج كيخواو، لان الخروج ديال الدجاج شرف الله وقدركم فيه الازوت كيعطي هذه الامور كامله. واخا نقطه اخيره، مريض السرطان ابحث عن السلاله. احنا الحمد لله عندنا في المغرب عندنا يعني سلالات غنهضر عليها بالتفصيل، غنهضر عليها بالتفصيل وغنوريكم كافي حتى دابا كيفاش تمشيو تشريو العيد. واخا المرقد يكون زوين نقي مزيان، الحيوان عايش مزيان، الى راه يكون افضل، ف يعني ما ياخذش الاعلاف اللي هي اعلاف كيميائيه، ما ياخذش هرمون. هادشي باش غديروا عند الفلاح، امشي عند الفلاح قول له خلي لي هذا الخروف انا غنخلصك فيه، يرعى يعني ماشي ضروري المظهر الجوهر، ممكن خلفان دابا اللي كيرعوا ومزيانين، وراه عطيت الدليل انا في السنوات الماضيه، عطيت الدليل مصور ها كيفاش تصوب خروف، فيني ما نحتاجش انا كاع العديد من الامور اللي الناس كيديروها. هنايا ما المانع المريض السرطان من الاستمتاع باللحم كباقي الناس اقل ولا اكثر؟ فالمصدر ديالو منين جاي، الطريقه شنو واكل، هاد اسئله خصنا كاملين حنا نفكروا فيها، ماشي حتى يكون عندي سرطان. هادشي اللي كنقوله ديما، انا ديما كنقول ما نخليوش المرض هو اللي يعلمنا، نوليو حنا نديرو الوقايه. والسرطان اليوم يعني بالتغذيه بنمط الحياه قد يصبح من التاريخ، والمستمعين ربما الناس اللي عاشوا تجارب ممكن يتقاسموها معنا، اللي ما كتبقاش كاع داك الكوشمار ديال الغيسيديف ولا الميتاستاز. فاللحم نعم، لكن بشروط، والشروط قد أسرناها. أتمنى أنني نكون يعني فتحت هذاك الباب الأمل ديال المتعة، علاش نحرموا من المتعة كما قلت يا أختي سكين، باش بدينا غنسالي. وحنا عارفين بأنه النفسية راه كتلعب دور كبير كبير في العلاج، يعني الإنسان مرتاح أنه يحس بذاك الاستقرار، وبأنه الحياة ما وقفاتش، وبأن التغيرات معقولة ومنطقية، باش يمكن يتغلب على هذا المرض اللي التغلب عليه الجانب النفسي كيلعب دور كبير. واحد الحاجة، شي المريض، انا نعطيكم شنو كيوقع، هضرتي على الجانب النفسي، شنو كيوقع لنا اختي سكينه؟ المريض كيتقال له ما تاخذش اللحم، يمشي هو كياخذها مخبي، عاد كتحلى بحال السكر، ما تاخذش السكر عاد ما كيحلاليش الشوكولاته والباتيسري مبدا الحرمان ممنوع مرغوب. علاش ما نجتهدش معاه هنا ونخليه ياخذها بثقه، ياخذها بثقه، هذا هو الهدف، هذا هو. مرحبا مشكور استاذي، وحنا اكيد مازالين معك فاصل قصير ونرجع ناخذ اسئله المستمعين، خليكم معنا.